نرحب بالدكتور هاني البنا، والمعروف لا يعرف، هو من يعني من الشخصيات المهمة في العمل الطوعي والإنساني في العالم، وعنده زيارة للسودان. نسبة للسودان أصبح منطقة كوارث طبيعية، وهو مؤسس الإغاثة العالمية، ومؤسس ببريطانيا، ومؤسس المنتدى الإنساني في بريطانيا. ويعني نحن كسبنا هذه الفرصة لأنه يعني دينا إشارات في الفترة الجاية، والليلة محاضرتنا عن استدراك الفيضانات والسيول في السودان والتغيير المناخي، فإن شاء الله نستفيد منها، خصوصا هو زار يعني مخيمات رواحل في منطقتي الشقيلاب وقرية واد مختار. فحقيقة وقف على المخيمات، وقف على المناطق المتأثرة والبيوت المنهارة وكذا، فإن شاء الله يعني تكون هذه المحاضرة إضافة لنا، خصوصا نحن مع كل الناس الموجودة هنا على القاعة، يمكن يكونوا ناس ناشطين في العمل الطوعي والإنساني وأصحاب مبادرات، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني يعين الجميع على هذا العمل. وحقيقة دكتور هاني البنا إضافة حقيقية إن شاء الله لنا كمتطوعين وكشباب، مهمتنا إنه ننهض بالأمة الإسلامية، وإن شاء الله نقدمه لكم في هذه المحاضرة، وإن شاء الله الناس تركز وتستفيد. بعد ذلك في أسئلة، يعني الدكتور دائما يعتمد على الأسئلة وإجابات وكذا، فالناس إن شاء الله تتفاعل وتسأل أي أسئلة، هو جاهز إن شاء الله. فمرحب بك يا دكتور هاني. يا الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا منظمة رواحل اللي كانت مبادرة من سنتين ثم أصبحت جمعية خيرية أو منظمة خيرية منذ أكثر من سنة. طبعا شكرا للشباب اللي موجودين في الغرفة دي، وده بيفكرني بأيام ما كنت عجوز. أنا دلوقتي بقيت شاب. معايا أختي؟ زمان كنت عجوز، دلوقتي بقيت شابة، وانت دلوقتي شابة وهتبقي شابة بعد كده. الستات عمرهم ما يعجزوا، صح؟ ده بيفكرنا بأيام زمان، أيام لما بدأنا من 37 سنة ما كانش عندنا لا مكتب ولا ديسك زي ده، ولا كراسي زي دي، ولا غرفة جميلة جدا زي دي لمدة 5 سنين. يعني من 84 ل 89 استطعنا اننا يكون عندنا غرفة 3 متر في 3 متر نقعد فيها. فأول 84 مفيش، 85 مفيش، يعني كل حاجة مفيش مفيش مفيش، كله مفيش. عجبك كان مش عجبك؟ مفيش برضه، مفيش عشاء؟ مفيش، مفيش شرب؟ مفيش، مفيش سكن؟ مفيش، مفيش تعليم؟ مفيش، كنا جمعية مفيش، لغاية ما ربنا أكرمنا بعد كده هو وأصبح لنا غرفة سنة 1986، 3 متر في 3 متر. واضح يا شباب؟ لا كان في لا ميزانية ولا استراتيجية ولا أي حاجة، ولا شخصيات مرموقة، ولا أي شيء، ولا أي شيء خالص. واضح؟ واضح. وكانت بدايتنا في السودان، بداية الحقيقية في السودان بعد المجاعة اللي حصلت في أفريقيا، في أريتريا وتجراي في عام 1983. وإحنا اتعلمنا إيه؟ في السودان، وأهل السودان من خلال معاناتهم هم اللي علمونا إزاي نشتغل ويبقى لنا اسم في العالم الدولي كمؤسسة أو كأفراد. واضح يا شباب؟ يبقى أوعوا، يعني الشقة دي بالنسبة لي حلم كبير، قصر منيف، حدائق غناء. عارف غناء؟ جدا. المهم، فده كيف بدأنا، عشان ما حدش يجي يقول لك انا ما عنديش. لا، عندك،
عندك الشباب، عندك الفتوة، عندك الرؤية، عندك الحركة، عندك عندك الهدف، عندك الإتن يا ربي، التواصل مع المجتمع، وكل هذه الأشياء. هكذا نبدأ. السودان دولة من الدول التي تعاني من كثير من المشاكل، كثير. يعني لو عديتوا مشاكل السودان مش هتحصوها، سواء كانت ثقافية أو عرقية أو قبلية أو قيمية أو فكرية أو دينية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية أو سياسية، كل حاجة موجودة. إحنا دورنا إيه كشباب؟ إننا نتحدى هذه المشاكل ونعمل شيء. وإحنا مش مطلوب مننا إن نعمل أشياء من الخوارق، لأن إحنا لا إحنا برسل ولا بأنبياء ولا يوحى إلينا، وما عندناش كتب سماوية. إحنا عندنا مجتمع نتعلم منه ويعلمنا علشان نحل المشاكل. كلما اقتربنا من قاع المجتمع بمشاكله وبآلامه وبأهدافه، كلما استطعنا أن نجد حلولا لمثل هذه المشاكل. اللي يقعد على مكتب ويفكر ويمخمخ ويبص على الفيسبوك، أقول له أنت فنكوش. اللي عايز يتعلم ينزل للمجتمع، ينزل للشارع، ينزل للقرية، ينزل للحارة، ينزل للإيه؟ للحي، إلى آخره إلى آخره. واضح يا شباب؟ اوعوا تفتكروا ان اللي بيتكلم قدامكم ده اتعلم العمل الانساني في جامعه ولا شيء، اتعلم العمل الاجتماعي في جامعه ولا شيء، اتعلم العمل التنموي في جامعه ولا شيء، انما اتعلمت من خلال رؤيتي لمعاناه الاخرين. واضح؟ والذي علمني بعد ربي سبحانه وتعالى هو الفقير والارمله والمسكين واليتيم والنازح واللاجئ والشريد. واضح؟ فهم هوليهم الأستاذية على من هم على شكلتي. أما السودان بقى وما تعاني منه من عام 1983، أنا ذكرت المجاعة اللي حصلت في إريتريا وتجراي في 83، وخروج ونزوح مئات الآلاف لكسلة والجدارف وشرق السودان. أنتوا كلكم ما تولدتوش ساعتها، خاصة النساء منكم، النساء عمرهم ما عدى 25، صح؟ وانت من القواعد. انت والله انت لسه ما كملتش 35 سنه. انت ايه؟ 52 سنه. انت 52 سنه؟ ما شكلك كده حاجه و30 سنه ليه؟ اخد معاه صوره ده ولا ايه؟ المهم، فالجفاف لما ضرب اريتريا اللي كان جزء من اثيوبيا، ده كان تغير مناخي. كاذب من يقول لكم أن الذي يضرب أفريقيا ويضرب آسيا ويضرب أمريكا اللاتينية إلى آخره ليس تغير مناخي. هو تغير مناخي بدأ من عشرات السنين بطريقة سلبية لاستحواذ الدول العظمى على الصناعات الغير بيئية الغير صديقة للمجتمع. أنا كان عندي محاضرة قلتها قبل كده هو على الفيسبوك عن السودان من شهر أو شهرين تقريبا، وجبنا الصورة، الصورة اللي هي بيسموها الساتلايت، بيسموها بالعربي الصورة اللي من فوق دي، ها؟ الأقمار الصناعية، الأقمار الصناعية الكونية للصين قبل كوفيد أو كورونا وبعد الكورونا. قبل الكورونا كان سماء الصين لونها زي اللون ده كده، شايفين في البتاع ده، واضح اللون ده؟ لون، وكان فيه خطوط خيه، وكان فيه كمان خطوط بني. يعني سماء الصين ما كانتش زرقاء، لا احنا بنسميها بالانجليزي سكاي بلو، كانت ده ليه؟ لانها كانت تنتج كميه غير عاديه من ثاني اكسيد الكربون الذي يؤدي الى التلوث البناء المناخي والاحتباس الحراري وارتفاع منسوب المياه في البحار والمحيطات. بعد كورونا بشهر أو شهر ونص نفس الصورة أخذت، لما أغلقت المصانع وأغلق كل الأشياء في الصين أصبح سماء الصين ليه سكاي بلو، ليه اللون اللبني الفاتح، يعني مجرد شهر واحد. لأن أغلب الصناعات التي تخرج من الدول العظمى هي صناعات غير صديقة للبيئة، غير صديقة للبيئة. دولتين في العالم
ينتجوا أكثر من 45% من نسبة إنتاج ثاني أكسيد الكربون في العالم. الصين 29%، الأم والولايات المتحدة الأمريكية 16%. في بقى الدول الصناعية بردك بتنتج بس بأقل. من الذي يعاني من هذه من هذا الإنتاج من ثاني أكسيد الكربون؟ هي كل الشعوب، كل الشعوب. النهاردة الصبحية كنا بنتكلم وجات لي صور من أمس من عفار في أثيوبيا، يعني مش بعيد عنكم، والفيضانات مليانة. الشهر اللي فات كان في الصومال فيها فيضانات، تنزانيا كينيا أثيوبيا طبعا أنا قلتها، تنزانيا كينيا أوغندا جيبوتي إلى آخر، نايجر نيجيريا، كل هذه الأشياء. الدول العظمى مش عايزة تعترف أن في شيء غلط في السيستم بتاع المناخ اللي هنتكلم عنه، وعايزين نحافظ على البيئة ونحافظ على مقدراتنا في داخل هذا الكوكب الأرضي. ايه يعني لما يموت كذا؟ ايه يعني لما يحصل مثلا فيضان يروح ضحيته 100,000 ولا 200,000 من 8 مليار؟ نسبة 100,000 من 8 ما دارش يشيل 5 مع 5 يبقى ايه؟ 1 على ايه؟ 8,000. وايه يعني؟ الروح هي روح ولا يظن به إلا خيرا، ولكن هو الإنسان. فده جزء كبير جدا من قضية اللي احنا بنعاني فيها. السنة اللي فاتت حصل فيضان 88، حصل فيضان 2019، حصل فيضان 16 من 18 ولاية في السودان اتضرروا بالفيضانات السنة اللي فاتت. 49,000 بيت هدموا السنة اللي فاتت. 340,000 إنسان تضرروا، إن أصبحوا في العراء. السنة 17 ولاية 120,000 بيت تقريبا دمروا. المساحة اللي غطتها المياه أكثر من 500 كيلومتر مربع، يعني معناها المحاصيل الزراعية والأمن الغذائي مش موجود. عدد الموت عدى 100 أو 200، بس مش ده مشكلة. لكن المشكلة عندنا إيه؟ اللي هو عدم وجود أمن غذائي لما حصيت دي كلها ضربت. خروج علينا بعض الأمراض المعوية اللي ممكن نعاني منها، اختلاط المياه اللي هي صالحة للشرب مع المياه الجوفية مع المياه الصرف الصحي. وجود البعوض بكمية كبيرة، يعني لما نتكلم على ملاريا كان احتمال حدوث كوليرا، لان ما زال في مناطق فيها ما زال ايه لسه المياه لم تجف بعد. فاحنا لما ننظر لمثل هذه الاشياء نجد ان ممكن السنه اللي فاتت جايه يحصل فيضان ثاني. طب هنعمل ايه السنه اللي بعدها؟ هنرجع السنه الجايه نقول والله ده اصبح 18 ولايه من 18 ولايه، او مثلا 1000 كيلو مربع، والسنه اللي فاتت كان في 500 كيلو مربع كيلومتر مربع، وهكذا. ايه وقفتنا مع مثل هذه التغيرات المناخية مع الدول التي تنتج صناعة غير صديقة للبيئة، غير صديقة للبيئة على الإطلاق؟ احنا كشباب لابد ان نروج لقضية محاربة التغير المناخي، محاربة التغير المناخي، سواء كان التغير المناخي ده بيحدث بآثاره السلبية في اي قارة من القارات. شو بيكون افريقيا؟ افريقيا من اخر المنتصف فهي موجوده للاسف، تضربها الرياح يمينا وشمالا. لكن احنا دورنا ايه كشباب؟ كل شويه هنيجي نجمع تبرعات عشان نبني بيوت تهدد الى اخره. كل سنه هنعمل كده ولا هيكون لنا واقفه مع مثل هذه الدول ومثل هذه المنظومات ومثل هذه الشركات العملاقه والمصانع العملاقه والصناعات العملاقه اللي بتلوث العالم، اما من خلال الدخان أو من خلال اللي هو النفايات وإلقاء النفايات في البحار والمحيطات، أو دفن النفايات اللي هي الكيماوية والكيميائية الكيماوية والإيه والكيميكال أند والذرية اسمها إيه الذرية؟ ها؟ المشعة في الأراضي أو في المحيطات. يعني شوفوا الناس كانوا بيفسروا الموجة بتاعت السونامي زمان على أنها غضب إلهي، أنا شيء، لكن هو تغير من تغيرات مناخية.
يعني جزء كبير من النظرية انه تغير المنطقات المناخية. لما موجة السونامي ضربت بند أتشي في أقصى الشرق قضت على أكثر من 250 ألف شخص ماتوا. الموجة طلعت كده شايفين؟ أنا شفتها، أنا رحت مش شفت الموجة، شفت أثار الموجة لما رحنا في يناير 2005 طلعت كده ونزلت على المدينة وأخذت الناس كلها على البحر على المحيط، فما حدش يعرف بالضبط كم واحد مات أبدا. يقول لك لا مش تغير المناخ. طيب ويبقى إيه؟ كان في تفسير كده، تفسيرات عبيدة، أصلا كان في تجربة نووية تحت المحيط فوت، أصل في غضب إلهي فوت. في النهاية إحنا بنتكلم على تغير مناخي سلبي بدأ منذ عشرات السنين، وتصر الدول العظمى على الاستمرار فيه دون الاكتراث بقيمة الحياة للآخرين، سواء كان الحياة دي في النباتات، في الأراضي الخصبة، في البشر، في الحيوانات، في الطيور. في طيور انقرضت، حيوانات انقرضت إلى آخره، نباتات انقرضت خلاص ما طلعش، محاصيل انقرضت، ثمار انقرضت خلاص ما طلعش، لكن هم لا يريدون أن يعترفوا بمثل هذا. فلابد أنتم في النقاش تقولوا لي إيه هو الحل. أنتم مش قاعدين هنا ولا مؤاخذة اسمعوا واحد حيجي يقول لكم كلام حلو وتقولوا الله ونروح، لا ما فيش سلطان هنا، ما فيش تخدير. كارل ماركس عارفين ولا مش عارفين؟ واحد اسمه كارل ماركس لو أسس الشيوعية، لما كان بيهاجم الدين تعرف كان بيقول إيه كلمة الشهيرة بتاعته؟ الدين هو أفيون الشعوب، محق وغير محق في نفس الوقت. محق لأن احنا بناخد الدين عشان يريحنا، أنا هخش الجنة المهم أنا إيه أصلي لي ركعتين وأحفظ لي آيتين وأعمل لي كده وأروح الكنيسة وأروح الجامعة وخلاص. لا، الإنسان المؤمن لابد أن يحدث تغيير اجتماعي في المجتمع بتاعه إذا كان مؤمن، فلابد. فما تجيش تقول لي والله لا. فلذلك كارل ماركس كان صادق في جزء من مقولته أنه بيخدر الناس، أو 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 إذا حق أريد به باطل، عشان نحارب الدين فنقول هو إيه مخدرات الشعوب أو إيه أفيون الشعوب. إحنا دلوقتي أغلب دعاتنا بيخدرونا. أنت لما تقول 50 تسبيحة وتديها لـ50 واحد وخمسين صلاة على النبي، كل واحد يقول 50 صلاة على النبي، 50 صلاة على النبي، 50 صلاة على النبي، يبقى أنت قاعد بس بتقول 50 صلاة على النبي، والحالة بتاعتك قذرة وفيها مية، فيها عفن، وفيها بعوض، فيها صراصير، وفيها 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 وفيها. أنا أصلي على النبي مفيش مشكلة، لكن أنا بصلي على النبي أنظف الحارة، أساعد اللي جنبي. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما كنا بنتكلم الصباح في محاضرة أخرى، لما جت السيدة خديجة تتصفه، من فكرة إيه إنك لن تقري إن الله لن يخرجك أبدا، فإنك لن تقري الضيف، يعني تقري الضيف وتعين المحتاج وتحمل الكل وتعين على مصائب الدهر وتصل الرحم، يعني بيعمل كل الأشياء بالإضافة إلى أنه إنسان تقي ورع. أما أنا ففارس النهار رسول الله صلى الله عليه وسلم ورهب الليل، فأنتم فرسان النهار ورهبان الليل. ما ينفعش تقعد في صومعة كده تتعبد ربنا سبحانه وتعالى والمجتمع محواليك زبالة، ده مش إيمان، ده مش إيمان. الإيمان زي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه هو ما وقر في القلب وإيه؟ 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 قوم تعالى جنبي هنا عشان أوريك أنت مين الأكبر فينا، هو ولا أنا؟ أنا اللي أكبر منك. أنا أصغر منك ها؟ حقيقي. حقيقي؟ حقيقي. حقيقي. قول كده الحديث؟ حديث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال الإيمان ما عمل في ما صدق القلب و صدقه العمل. يعني صدقه العمل. عايز اقول لك انك مؤمنه روح شيل الزباله من الشارع. تقول انك مؤمنه ساعد جارك لو عندك عربيه تاخديه معاك توديه الشغل. تقول انك مؤمنه جارتك عايز تروح المستشفى وما عندهاش حد تروح ليه تروح لها. او هي قاعده في البيت وعايزه حد يطبخ لها تديها جزء من الوجبه بتاعتها. ده الايمان، ان عمل 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 عمل. عايزين تبقوا مؤمنين ها؟ ورونا عملكم شكله ايه.
بس. وخير الكلام ما قل ودل، ويدل على صدق الكلام هو صدق العمل في المجتمع، وأثرك الذي تتركه للمجتمع. لابد أن نترك أثر إيجابيا للمجتمع، لابد أن نكون نحن جزء من تحسين أداء الوطن، ها، وإحداث التماسك المجتمعي بين الفصائل المختلفة والتشكيلات المختلفة والثقافات المختلفة والقيم المختلفة والعادات والتقاليد والإيه والعقائد المختلفة. واضح؟ يبقى احنا دخلنا خرجنا من أسباب اللي هو جزء منها التغير المناخي والفيضانات اللي حدثت في السودان منذ شهرين إلى ان احنا هنعمل ايه. انا ما يهمنيش ابدا كمية او مقدار ما ستقومون بعمله على الإطلاق، انما يهمني من سيقوم بأي عمل يفيد المجتمع. إماطة الأذى عن طريق صدقة، البسمة في وجه أخيك صدقة، وهكذا إطعامك لزوجتك وأولادك صدقة، كل هذه الأشياء البسيطة صدقة. هو ده العمل اللي نتكلم عنه. عشان كده لما دخل سيدنا عبد الله بن عباس المسجد النبوي ورأى عابد متنسك، صح، فقال له من يطعمك؟ قال له أخوي. قال أخوك أعبد منك، واضح؟ شوف الأصل إيه؟ يعني أنت قاعد هنا بتعبد لربنا، عبادة ربنا هي بأنك تكسب، تكون قادر على الكسب، فتعين أهلك وتعين أقربك، وبعدين تعين المجتمع، وبعدين تعبد ربنا. يا سيدي اعبد ربنا، ما حدش قالك ما تعبدوش، بس العبادة يا الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير اللي لكم تفعلون. يا الذين امنوا ده سوره الحج مش كده؟ اركعوا واسجدوا، ده شكل من اشكال العباده، صح؟ اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، يعني اصبحت العباده شيء يختلف عن الركوع والسجود، لانه قال اركعوا واسجدوا واعبدوا، يعني معناها فيها عباده فيها ركوع فيها سجود، وافعلوا الخير. يعني الركوع والسجود جزء من العبادة، والعبادة الأخرى هي كل شيء يبدأ بنية لله سبحانه وتعالى خالصة، فتستطيع أن نحول مثل هذه الأعمال من أشياء مباحة لنا في الأكل والشرب والكذا 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 والكذا، حتى علاقتنا مع زوجتنا، إلى عمل فيه تعبد. يا زمان اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. فعل الخيرات هو جزء من العباده. والحين يا شباب، وما تجيش تقول لي اصل مشاكل السودان كبيره ومعقده. ما هي معقده؟ ايه المشكله؟ جدك خرج من الجامعه، انت جدتك خرجت من الجامعه، خالتك خرجت من الجامعه، خالتك حبوبتي خرجت من الجامعه، ايوه أم حبيبتي خرجت من الجامعة. طب بس، لكن عملوا إيه؟ كانوا في المجتمع بيبنوا المجتمع بإمكانياتهم البسيطة وثقافتهم وقدراتهم، واستطاعوا أن يوصلوا السودان إلى ما هي عليه. إحنا بقى خرجنا من الجامعة، مخمخنا وفكرنا وألفنا وصنفنا الناس وقسمنا المجتمع، وإيه؟ يعني هم سابوا لكم السودان حتة واحدة، وإحنا هنعملها 50 حتة، والعياذ بالله. فلذلك استعمل العلم في تمكين مجتمعي للفرد، سواء كان الفرد ذا من بني جلدتي مسلم او غير مسلم، او ممكن يكون ابن الوطن، كان امرأة او رجل، شاب ام شابة، من ديني او من غير ديني، لان في النهاية عايشين مع بعض، عايشين مع بعض كمواطنين، كل منا له او لا حقوق وعليها واجبات. واضح؟ مشينا من مناخ مناخي لدورنا احنا، ان شاء الله يكون على حتى قد كده. وده اللي احنا ايه لابد نتعلمه، ان التغيير المجتمعي ما بيحدثش بين عشيه وضحاها. يعني زي ما كنت بقول لكم في اول الكلمه،
ان احنا ما اصبحش عندنا مكتب كمكتبكم هذا الا بعد 6 سنين أو 7 سنين. يعني سنة 86 3 غرفة 3 متر في 3 متر، 87 غرفة تانية فيها، 88 أجرنا بشقة. يعني بعد يعني 5 سنين أو 6 سنين أو 7 سنين أصبح لنا مكتب صغير. فبالتالي أنتم الوحيدون القادرون على الجلب الإمكانيات واكتشاف القدرات. وأعظم قدرة تكتشفوها هي القدرة داخل كل واحد فيكم. لو استطاعوا أن يخلعوا الجبال لخلعوها. إزاي؟ لأن أنا في تفكيري وفي تعليمي هستطيع أن أبني من خلال الجبال أنفاق، فأقصر الطريق على الناس بدل ما يلفوا 30-40 كيلو يخش من جوه. مش حصلت في دول كثيرة جدا في أنفاق داخلة في وسط الجبال وطرق فوق الجبال؟ مين اللي عملها؟ ما هو إنسان زيكم. مين اللي عمل السدود على الأنهار؟ ما هو إنسان زينا. مين اللي عمل الترع والقنوات والبحيرات؟ ما هو إنسان زينا. أنتوا فاكرين الأخت البقرة والأخ العجل والأخ الحمار والجمل هم اللي عملوا الحاجات دي ولا إيه؟ ولا إحنا اللي عملناها؟ أبائنا عملوها وأجدادنا عملوها بأيديهم. فاكرين قصة سيدنا يوسف؟ فاكرينها؟ ما هو ده اللي أسس للاقتصاد الزراعي الحيواني المصري. شوف من أيام سيدنا يوسف يعني عمل بدأ في حفر القنايات والبحيرات وكذا وكذا عشان يحول هذه السلة الغذائية للمنطقة كلها عشان يستفيد منها العالم كله، أو على الأقل المنطقة اللي هم عايشين فيها. فإنسان اللي عملها سواء كان نبي يوحى إليه أو بشر زينا وزيكم. يبقى لابد أن أنا أكتشف قدراتي ولا أحبط بمقدار أو كمية التحديات التي يواجهها المجتمع. ما الجبل إلا مجموعة من الحصى أو الحجارة، وما الصحراء إلا يعني إيه ذرات رمال تمتد عبر الكيلومترات وآلاف الكيلومترات. لكن هعبرها يعني سنؤمن الناس أعبر الصحراء وأرتقي فوق الجبال أو أصعد جبال. كان سيدنا الشاب أبو القاسم الشاب يقول إيه؟ ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر. مين بيعيش بين الحفر؟ مين بيعيش بين الحفر؟ لا مين تاني غير الزول؟ إيه؟ اللي هو الفئران، الحشرات اللي كذا اللي كذا. وكأنه يشبه الإنسان بالفئران. الفئران بتعيش هناك لأن دي إمكانياتها، لكن مش دي إمكانيات الإنسان. معايا يا شباب؟ أنا بتكلم معاكو مش محاضرة أو شو مش كلمة محاضرة، مش لقاء أكاديمي هشرح لكم بقى نظرية المناخ لا 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 لا، أنا بتكلم معاكو شيء عملي. هتعمل إيه يا ابني أنت وهو؟ هتعمل إيه يا بنتي؟ هتقعدي تصوتي وتلطمي وخلاص؟ اعمل بالمتاح، والمتاح سيجلب لك أشياء لا حصر لها ولا قوة. لكن اعمل بنية الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فإن اطلع المولى سبحانه وتعالى على قلوبنا وعلى أفئدتنا وعلم يقينا أننا مخلصون، لن نستطيع أن نتحمل خيرات الله سبحانه وتعالى التي سوف تتساقط علينا. يعني مع كل عمل بيكون في نية، ومع كل نية بيكون في نية، مع كل نية بيكون في نية إلى آخره. فلذلك اللي حصل لنا في الفيضانات في الشمال ده شيء عادي، عادي جدا. وقلنا إن جزء من أسبابه التغير المناخي اللي هو كذا وكذا وكذا، الدول دي كلها وغيرها. طب أنا هعمل إيه بقى؟ أنا هيكون لي دور في إن أنا أوعي المجتمع، إن أنا أعمل شراكات داخل المجتمع،
اننا نعمل شراكات مع مؤسسات اخرى خارج المجتمع عشان نضغط على مثل هذا التغير المناخي السلبي اللي بيحدث ويؤثر على البيئه بتاعتنا في كل مكان في العالم. دول هيكون ايه؟ كل ميسر لما خلق له. انا كويس في السوشيال ميديا، انا كويس في الاعلام، انا كويس في التنفيذ، انا كويس في جمع التبرعات، انا كويس في التواصل مع الناس، انا كويس، فشوف انا قدراتي هي ايه وابتدي اوظفها من اجل خدمه المواطن اللي في ايه اللي في دولتي. ده بالنسبه للمدخل اللي احنا عايزين نتكلم فيه النهارده. انا عايز يكون النقاش احسن واكتر منكم انتوا، وانا اجاوب على الاسئله بتاعتكم. انا خدت دلوقتي كام دقيقه؟ كفايه 32 دقيقه. فنبتدي بقى الاسئله واطروحات عمليه واراء ايجابيه منكم. ما حدش يجي يقول لي اصل ما عنديش. لا عندك. اصل انا لا عندك. لا عندك. خلاص نبتدي بقى نتكلم ونناقش ونحط مشاكل. وعايزين تسالوني اي سؤال محرج يا اهلا وسهلا بكم. خلاص تعال اتفضل. مين هيدير النقاش؟ يعني انت عامل نفسك بتشكرني كده وخلاص، يعني منظر كده. اقعد انت عشان انت قصير شويه عشان راسك تطلع في الله. طيب نرحب بالاخوه اللي انضموا علينا مؤخرا، وان شاء الله زي ما قلت لكم في بدايه المحاضره انه الدكتور بيعتمد على الاسئله، يعني انت تسال وهو يجاوب. انا ما متوقع يمشي نص ساعه يعني كامله، فان شاء الله ندي فرص للناس خصوصا الناس المتدربين من السيول والفيضانات والناشطين يعني في العمل الطبيعي. طيب نبدا ان شاء الله؟ نبدا نبدا. خليك قاعد بقى عشان ايه تطلع في التلفزيون انت. لا لا ابدا ابدا. مين هيجي هنا عشان نتكلم؟ اتفضل اقف. يزول 20 من العمر. ها؟ أنا سؤالي للدكتور، ما هي الحلول الناتجة لل في التأثيرات البيئية الحاصلة؟ السؤال بتاعي يعني إيه يعني شو حالي؟ الحلول الممكن نحن نتبعها في إيه؟ في التلوث البيئي اللي حاصل ده. طيب نحن كمنظمات مجتمع مدني والله ناشطين، الحلول شنو؟ اثنين، بالنسبة للغياز بتاع الأثر الطيب، أنا في هذه اللحظات القصة بتاعت سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عنه وسيدنا أبي بكر الصديق، حينما في إحدى الأموات في عهد سيدنا أبو بكر بعد ما يخلص من صلاة الصبح بيمشي للعجوز دي، وهي كانت عمياء، بيمشي يقش لها البيت بتاعه وبيطعمها، والطعام اللي كان بيطعمها له بيطلع لها من البلح النوى، يعني لأنها ما كانت عندها أسنان. وسيدنا عمر حاول يتابع انه سيدنا ابو بكر ده بيجي للبيت ده بعد شنو، وغدر الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى اخذ روح سيدنا ابو بكر الصديق. وفي نفس اليوم الثاني جاء سيدنا عمر بن الخطاب للعجوز، ويعني هو عرف انه سيدنا ابو بكر الصديق ده رضوان الله عنه انه العجوز دي كان بيجيب قشلاء وبيعد لها الطعام، وهو قشلاء، لكن الطعام لما نداه البلح ما كان طلع من النوى. قامت سالت سيدنا عمر اين اخيك؟ قال لها اخي ذهب الى المولى عز وجل. يعني سيدنا عمر قال وقعد وبكى، قال لها ادعبت الخلفاء من بعدك يا ابو بكر. يعني سيدنا ابو بكر العمل كان فيه اثر طيب، والعجوز التي كانت لا تسمع ولا لا ترى انه عرف القياس اثر جيد. اما بالنسبه للمناخ فلابد نعرف اول حاجه ان في تغير مناخ. هل احنا كجمعيات وطنيه نعرف معنى تغير المناخ يعني ايه؟ نمره واحد المعرفه. هل احنا قرانا عن الاثار السلبيه للتغير المناخي؟ هل احنا شفنا من هي الجمعيات او بحثنا من هي الجمعيات التي تعمل لمقاومه التغير المناخي والتلوث البيئي؟ كنا احنا مش عارفين، مش ممكن نغير. ان اول شيء في احداث التغيير المجتمعي هو المعرفه والعلم بالشيء قبل ما نرفع الوعي وندرك الخسارة المدينة. اول التعلم المعرفه وبعدين الوعي وبعدين الادراك. مجرد ما نوصل لمرحله الادراك هنبتدي ايه نلتف حولنا من هم الذين
يعملون في قضية التلوث المناخي والانحباس الحراري والتغير المناخي والتلوث البيئي والانحباس الحراري. لكن احنا دلوقتي عايشين الله شبان يا ولدي المطر مطرت في غير موسم. ليه؟ القرآن لما نزل يا شباب كان أول كلمة فيه اقرأ. اقرأ ليس معناها اقرأ فقط، معناها أطلب العلم والمعرفة في كل مكان وفي كل مزاد، إنما هي دلالة وإشارة على ماذا؟ على بحثك عن العلم والمعرفة في كل زمان وفي كل مكان. لذلك كان في مقولة جميلة بتقول اطلبوا العلم ولا في الصين، هي مش حديث لكن هي مقولة محقة. إن شاء الله تسافر للصين، إن شاء الله تسافر لأمريكا، إن شاء الله تسافر لجنوب أفريقيا والدول العالم كلها، لكن اطلب العلم. فذلك العلماء فيما مضى من قديم الزمان كانوا بيسافروا على رجليهم وعلى الحمير وعلى البغال وعلى الجمال إلى آخره عشان يطلبوا العلم، سواء كان العلم ده علم دنيوي أو علم فقهي أو علم ديني. فلذلك إن لم نكن مدركين أن احنا نحاط بقضايا التلوث البيئي وانحباس الحراري والتغير المناخي يبقى احنا جهلاء، لن نستطيع أن نحدث الإحداث التغيير المجتمعي الإيجابي الذي ينتظره منه مجتمعنا. واضح؟ طيب مين تاني؟ فلابد نتواصل مع بعض ونعمل شبكات، نعمل تنسيقيات، نعمل ائتلافات، اتحادات إلى آخره، متخصصة. مش كلنا بس أكل شر بنية من آخره، لا، عايزين الشباب يعرفوا، عايزين نستعمل السوشيال ميديا اللي هي فسدت كتير، والتواصل الاجتماعي اللي فسدت كتير جدا من الشباب ووصلتهم لدرجة الإلحاد في بعض الأحيان، نحاول نستغل بيها استغلال إيجابي، انتشار المعلومة والنشر المعلومة الصحيحة. خلي بالكم، بصوا لسماء الصين، بصوا لسماء كذا، بصوا لسماء أمريكا، بصوا كيف يلوث هذه المصانع هذه السماوات. تأثير العدد الضخم من رحلات الطيران اللي في العالم كله على المناخ الخارجي، على طبقة الأوزون. هل احنا حسبنا كم ألف طائرة تطير في السماء كل ساعة؟ وكم هي كمية اللي هي العادم من ثاني أكسيد الكربون أو الأشياء الغازات الأخرى اللي بتخرج في السماوات الدنيا؟ 50-60 سنة اللي فاتت ما حسبناهاش. فرحانين هل احنا بنحسب كمية العادم اللي بتخرج من العربيات بتاعتنا في داخل الخرطوم وخارج الخرطوم لما بنخش ونخرج؟ ما بنحسبش. وهكذا. فازاي نعيش جهلة؟ وأول كلمة في القرآن الكريم اقرأ، يعني ابحث عن المعرفة، اقرأ التاريخ، اقرأ الثقافات، اقرأ الحضارات، اقرأ النهضات بتاعت الشعوب كيف قامت. كنا بنتكلم الصبحية في المفوضية عن كيف أبلى المسلمون بلاء حسنا في الأندلس، حتى إن أحد اللي أنا كلمت عنه اللي هو بيير كيوري اللي هو ميري كيوري كانوا أساتذة في علم الطبيعة، الطبيعة المغناطيسية وغير المغناطيسية آخره، وأخذوا جائزة نوبل للسلام، وقال لقد وصلنا من كتب المسلمين في الأندلس 30 كتاب، وإن وصلنا نصف ما حرق، يعني نصف مليون من الكتب التي أحرقت في الأندلس وخاصة في غرناطة، لكنا نسير بين المجرات. تخيل اسمك إيه أنت؟ إيه؟ يا رقية. كان هيبقى عندك انت بيت في مشتور ولا اسمها ايه؟ في عطارد، في زحل، عارفه زحل؟ هتتزحلقي هناك وتتزحلي. وانت يا اسمك ايه؟ مريم. ها؟ مريم. وانت يا مريم كان هيبقى عندك في بيت ايه في 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 ايه تاني غير زحل؟ ايه؟ مريخ. وتكلميها بالطريقه دي كده يا 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 ايه؟ يا رقية انا هجيلك. طب هتوصلها ازاي؟ اكيد في طياره. هتعمليها من هتزرعي هناك حاجات وهتاكلي اكل ثانية. فده اللي قاله الراجل من اكتر من 100 سنة، لكنا نسير بين المجرات. لكن الحقد اللي بسميهم انا بسميهم كلهم اعداء الانسانية، اعداء الانسانية الذين هدموا الحضارات التي كانت من قبل. فاحنا علينا ان نعرف ونعلم ونتيقن لكي نستطيع احداث التغيير. تفضل. مين تاني يا شباب؟ اخ من الاخوات، تعالى يا رقية.
تعلم تجيب اخ واخت او اختين واخ، مش بيقول لك الذكر مستعد للانثيين يبقى تجيب اثنين عشان ياخدوا النص وانت في النص. اتفضلي. من انت؟ انا فاطمه. ولا فاطمة من أي جمعية؟ أنا فاطمة عمر، منظمة نبراس الاستجابة الخيرية. سؤالي للدكتور وللنقاش معاكم، ما هي الآثار المترتبة على صد النهضة بالنسبة للمناخ السوداني؟ هل إنه صد النهضة ممكن يسبب لنا مشاكل مناخية في الفترة الجاية ولا هو مجرد إعلام؟ ويا ريت تشرح لنا الأشياء هذا. سد النهضة ده مشروع اشتركت فيه دول عظمى كثيرة، منها عربية ومن غير عربية، عشان نخش في السياسة كتير عشان في ناس بتزعل. يعني استثمارات، لو انت دخلت على من المستثمرين في سد النهضة هتعرفي ما هو موقع سد النهضة. سد النهضة مشروع حلم كبير في اثيوبيا منذ الخمسينيات، ولم تتعامل معه الحكومات المتعاقبة بطريقة حرفية ومهنية على حتى يتعامل كل المستفيدين من نهر النيل، سواء كان النيل الأبيض أو النيل الأزرق، بالتساوي، سواء كانت مصر أو أوغندا أو أثيوبيا أو السودان، دول المنبع ودول المصب. فكل الدول اللي حوالين 10 أو 12 دولة حوالين اللي هو منابع نهر النيل الأبيض أو الأزرق أو مصبات نهر النيل اللي هي السودان ومصر، ما وضعوش رؤية قوية تستطيع أن تؤثر لكيفية استعمال مياه الأنهار بتساوي. خلاص؟ هذا ما كان يحدث في خلال 50 سنة فاتت أو 60 سنة فاتت. هل سد النهضة هيأثر على الدول المصب؟ أكيد هيأثر. إزاي؟ الله أعلم، لأن أنا مش خبير. هل هيأثر على منسوب المياه في السودان وفي مصر؟ طبعا هيأثر، لأن النيل الأزرق أقوى أكبر بكثير جدا من النيل الأبيض زي ما احنا عارفين. كل هذه الأشياء هنجد ليها متخصصين أبلوا فيها ووضعوا فيها أطروحات، لكن الحكومات المستفيدة من مياه النيل لم تضع لها رؤية محلية لمشاركة مياه النيل على أراضيها، بحيث لا تتغول حكومة على حكومة أو وطن على وطن أو جهة على جهة. ففوجئنا منذ 5 أو 6 سنوات بتقريبا هو شبه انتهى، هو شبه انتهى. اللي احنا خايفين منه كتير جدا جدا جدا، واخد بالك، واخدين بالكم، ان هو لا قدر الله، لا قدر الله، سد عظيم، لو انا هيكون حجمه قد ايه، يعني ما اقدرش اقول لك بالكيلومترات المربعه او عدد اللي هم المليارات الامتار المكعبه اللي هتكون فيه. لا قدر الله لو حصل فيه اي شيء، أول دولة هتتأثر بها السودان من فيضان سد النهضة، لو حصل شرخ فيه أو أي شيء أو كذا، أو فتحت كل هذه الأشياء، أول دولة هتتأثر بها، والناس كلها عارفة كده. فذلك بنرجع مثلا مرة أخرى لبيت القصيد، أين نحن كمؤسسات مجتمع مدني لكي نقف وندرس الآثار السلبية والآثار الإيجابية لسد النهضة؟ مؤسسات مجتمع مدني مش أكل شرب لبس نايم، لا، في جزء منها بحثي، في جزء منها حقوقي، في جزء منها إنساني، في جزء منها حقوقي وإنساني وحقوق إنسان وهكذا، في جزء منها سياسي إلى آخره. فإحنا درسنا بطريقة حرفية ومهنية وبحثية آثار إيجابية لسد النهضة والآثار السلبية ولا لا؟ فأنا ما أقدرش أطلع أطلق يعني تصريح على العالم كله هو الابيض او اسود، لان اصلا مش متخصص. فلذلك جزء من نمو مؤسسات المجتمع المدني ان تتخصص في مثل هذه الاشياء، واخد بالك؟ ليه؟ لان انا بالنهايه يعني انت داخل عند منابع الانهار، خطيره جدا ان تتحكم في منابع الانهار دوله او دولتين. من يدرينا بكره يا اخت رقيه أو يا أخ عثمان إن أوغندا مش هتعمل سد نهضة ثاني عندها؟ من يدرينا أن أثيوبيا مش هتعمل 10 أو 25 سد ثاني؟ فين دورك أنت يا مؤسسة؟ فين دورك أنت يا مواطن؟ من يدرينا أن كينيا مش هتعمل؟ واخد بالك؟ أن تنزانيا مش هتعمل؟ مش هيبقى في نيل جاي لك.
يعني كلها دول قريبة من دول إيه المنبع عندنا. فإذا كنا إحنا شفنا وقمنا أقامت الدنيا ولم تقعد على أثيوبيا، فمن يدريك إن المخطط اللي موجود في أوغندا هيكون صد نهضة تاني وثالث ورابع. هل أنت مدركة؟ إن كنت مدركة يبقى أنت واعية، وإن كنت واعية يبقى أنت عارفة، وإن كنت عارفة يبقى أنت متعلمة. شفت رجعت الدورة إزاي؟ تعلم معرفة اسمها إيه؟ تعلم معرفة بعدين مش إدراك قبل إدراك. اسمها ال مش قبل إدراك اسمها إيه؟ وعي بعد إدراك. أو إدراك بعد وعي، أنا عايزهم تحطوه. في أربع خطوات. هل إحنا عارفين أي أثار سد النهضة الإيجابية؟ هو الشيء الجميل الوحيد بيقول لك إحنا هنستوي الكهرباء رخيصة. وبعدين؟ طب بعد كده إيه؟ الله أعلم. السؤال يرجع لك تاني. هل إحنا عارفين الإيجابيات والسلبيات بتاعت السدود دي ولا لا؟ الله أعلم. اتفضل. ده قصير برضك ولا طويل؟ شكلي قصير. كانت الطوال دول بقى نعمل فيهم حاجه. الله ما في مشكله. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه والسلام على رسول الله. انا حامد احمد ابراهيم مدبر. ف في بدايه المحاضره كان انت ذكرت انه الولايات المتحده الامريكيه والصين هم من الدول الاكثر ينتجون الغازات السامه غاز ثاني اكسيد الكربون والغاز غاز الكبريت. فما هي كيفية نخاطب جذور المشكلة؟ يعني هل نحن كمجتمع إننا نقدم شكوى ضد هذين الدولتين؟ وإذا اشتكينا فما هي الفائدة المرجوة التي نعود بها من تلك الشكوى؟ ثم تاني برضو قلت إن السودان يعني مشاكله كثيرة، مشاكل اقتصادية، مشاكل سياسية، فما هي الحلول يعني؟ وأنا غايته بقترح يعني كمواطن سوداني انه يعني نحن نبدا بنفسنا، والمشكله يعني بتكمن فينا نحن كمواطنين اول حاجه. ولازم يعني زي ما قلت انا دائما بقول انه نبدا بالمتاح افضل مما سيتاح، وكلنا يعني احنا مسؤولين حتى لو ما كنا في منظمات او كنا في حاجه زي دي. يعني احنا من ضمن يعني وضعك لخطتك الاستراتيجيه او اهدافك انه في حاجه اسمها اسهامات اخرى من المفترض انت تقدمها لمجتمعك وكده. وشكرا جزيلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا بقول مش انا اللي بقول، كل الناس بتقول بالنسبه لمؤتمر المناخ الدولي بتعمل كل سنه او كل سنتين اخر، لا الصين موجوده فيه ولا الولايات المتحده الامريكيه موجوده فيه، بل بالعكس. يعني اخر مؤتمر في باريس اعتقد في 2018 انسحبت منه الولايات المتحده الامريكيه. فانت عليك انك تجد من هم اللاعبين الاساسيين الذين يريدون أن يوقفوا التغير المناخي السلبي في العالم. هتلاقي في مؤسسات لا حصر لها ولا قوة، يعني كثيرة جدا كثيرة جدا كثيرة جدا. أنت عندك مشكلة مع الأمم المتحدة إن خمسة كبار اللي هم بتوع مجلس الأمن منهم اثنين اللي هم يعني هم الخمسة منهم مين؟ هم إنجلترا وفرنسا وأمريكا والصين وروسيا ما هقول لهم تاني بس بريطانيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وروسيا. خمسة دول كلهم عندهم حق الفيتو اللي هو النقد، إن ما فيش قضية في العالم ممكن تظهر إلا ما حد فيهم يوقفها. أي قرار بيحصل من حق أحد الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أنهم يوقفوا، منهم دولتين أو ثلاث دول بيحدثوا التغير المناخي السلبي اللي هو الولايات المتحدة الأمريكية والصين ومعاهم روسيا. خد بالك بنسب متفاوتة، يعني لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية 16% ممكن تكون روسيا 7 و8%، الصين 29%، هتلاقي فرنسا 4%، انجلترا 2%، 1% الى اخره. يعني على بعض كلهم على بعض ممكن يطلعوا 50% خمس دول. فهم دول اصحاب القرار داخل الامم المتحده وداخل العالم كله. فدي معضله اخرى. هل ستستمر الامم المتحده المجلس امن
يعني أحد أعضاء واحد من 180 عضو يستطيع أن يوقف أي قرار في العالم حتى وإن وقف عليه 179 في الجمعية العمومية. خدت بالك؟ فده تحدي تاني بقى، عن تحدي في مؤتمر المناخ، ونعرف من الذين ينادون بإصلاح المناخ ومن هو يستطيع أن هو يأخذ قرارات تعطل كل القرارات التي تتفق عليها الجمعية العمومية المتحدة. أحد خمس دول دول عملوها كتير جدا، عملوها في كذا دولة في العالم، وأنتم عارفين القضايا كلها اتعملت فيها. فهنا أنت بتتكلم على ثلاث مسارات: مسار وطني مع المؤسسات السودانية، مسار دولي مع المؤسسات المشتغلة باللي هو الحفاظ على المناخ، ومسار أكثر مع اللي هم مجلس الأمن واللي هو حق النقد لخمس دول في العالم. هكذا هو العالم اللي احنا بنعيش فيه، هكذا هو العالم اللي احنا بنعيش فيه. ايه السؤال الثاني بتاعك؟ السؤال الثاني انه يعني احنا في السودان في مشاكل كثيره، مشاكل اقتصاديه، مشاكل اقتصاديه الى اخره، يعني كيف يعني نقدر نحلها وكيف نقدر نحدد لنفرض صلي على النبي هنعدد مشاكل السودان، طلعوا 1000 مشكلة. خلاص؟ أنت في مقدورك تشتغل على أنهي مشكلة فيهم؟ مثلاً أنا بغض النظر، أنت ممكن تكون متخصص في مشكلة واحدة من 1000 مشكلة، ابدأ بيها. الأخت رقية في مشكلة تانية، ابدأ بيها. أنا مش هقول لك بص، لأنك لو بصيت على 1000 مشكلة لن تعمل أبداً أبداً، لكن أنت انظر إلى كيف تقدم الدعم أو الحلول لمشكلة من 1000 مشكلة. هتلاقينا إحنا بعد سنة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة استطعنا أن نحل على الأقل 10 أو 20 أو 30 أو 50 مشكلة من 1000 مشكلة، يبقى إحنا حققنا رقم إيجابي. خد بالك؟ فبالتالي لا تحيط نفسك باليأس لتعدد المشاكل وصعوبة المشاكل. ابدأ زي ما أنا قلت لك في الأول الكلمة، قلت لك إحنا في سنة 83-84، تعالى يا عثمان اقعد هنا. 83-84 ما كانش عندنا مكتب. ما كانش عندنا ميزانية. إحنا سنة كام دلوقتي؟ 2020. أنا بتكلم عن 84، يعني بتتكلم عن 37 سنة لا في مكتب ولا ميزانية ولا موظفين ولا ديسك او ايه بيسموه تخت ده، ولا بيسموه ده مكتب مش خالص، ولا اي جمعيه اسلاميه خيريه في اوروبا والغرب موجوده تعمل عمل انساني من 37 سنه. الان في مئات الجمعيات الخيريه الانسانيه الاسلاميه، وفي الاف الموظفين، وفي عشرات المليارات من الجنيهات جمعت في 37 سنه الماضيه وانفقت، وفي طاقات وفي قيادات وفي فعاليات حصلت. خد ده قد ايه يا اخ يا اخ حامد؟ خد 37 سنة. الرسول صلى الله عليه وسلم كنا بنتكلم في الصباح ايضا على ايه؟ كنا بنتكلم عن ان ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يوحى اليه بالوحي قعد 13 سنة يربي ناس في مكة. مش كان ممكن يعمل كده يحصل لهم كذا، لكن هو ورانا التطور الطبيعي للتربية المجتمعية. في التطور الطبيعي للتربية المجتمعية اتكلم مع الشباب، اتكلم مع الأطفال، اتكلم مع النساء، اتكلم مع الرجال، اتكلم مع رؤساء القبائل في سورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى آخره، وكل هذه الأشياء. علشان لما خرج بمجموعة صلبة قوية فهمة واعية مدركة على دور الإسلام كرسالة إنسانية عالمية. فلما جه سيدنا عمر رضي الله عنه في الخلافة أو سيدنا أبو بكر في الخلافة، كان عندهم رجال كل واحد فيهم مؤسسة بذاتها. فلذلك هذا المثل ضرب فيه 13 سنة في مكة ينمي القدرات البشرية لأصحابه، سواء كانوا من الشباب والأطفال زي سيدنا علي وسيدنا عبد الله بن الزبير، ولا عبد الله بن الزبير وسيدنا يعني عبد الله بن عمر الى اخره، الى الكبار اللي هم كانوا معاه زي سيدنا ابو بكر وعمر وعثمان الى اخره. انت بالك؟
ففي مسيرتنا في اوروبا وامريكا ماشيه ماشيه، بس خلال سنين انت بتبني مجتمع. المجتمع اللي احنا بنعمله يا اخ حامد بتحاول تغير فيه المناخ تغيير ايجابي او توقف التغيير السلبي للمناخ الانساني الموجود حاليا. لاغلب الناس يتكلموا عن انه مناخ بنسميه هو استعمار انساني، ها استعمار انساني بنسميه بالانجليزي اللي هو هيومانيتيريان كولونياليزم او هيومانيتيريان كولونياليزم او كولونياليزم والتاني اسمها ايه حاجه تانية يعني. واضح؟ عايز تقول حاجه؟ مش مقتنع؟ طيب هيا يا شباب اتفضلوا يا شباب، تعال يا رقية، أريد أن أسمع منك سؤالا. فأنت كابنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى فكرة شكلها شفت شكل السيدة رقية؟ شفتيها؟ ليت ذلك تتكلم باللغة العربية، ليت ذلك يا رجل، اصمت يا رجل، الزم حدك يا رجل، تحدثي يا فتاة، كلمي العامة يا فتاة. طيب بسم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انظري الي، لا تنظري الي. طيب انا صراحه ما حاضر المحاضره من الاول، فما متاكده هل الموضوع بس عن التغيير المناخي ولا لا مش اي شيء. هاتي عندك، هاتي السؤال اللي عندك وعثمان هيجاوب عليه. أنا بفتكر إن التغيير اللي ممكن يعتبر أصعب يعني أو صعب ذاته، إنه نحن يعني إذا الحاجة دي حصلت، الحاجة السلبية حصلت، وبعد ذاك عشان نغيرها للطريقة الإيجابية أو الصورة الصحيحة، وإنها تكون بطريقة تكون صعبة، يعني هو التغيير في الإنسان. يعني نحن في السودان من 30 سنة كان حصلت حاجات كويسة، حاجات إيجابية في المجتمع السوداني. من لنا شهرين ظهرت تغييرات يعني مش بطريقة سلبية، حتى المجتمع السوداني نفسه يعني كأنه صح بين يوم وليلة لقى نفسه فيه هو مجتمع تاني غير المجتمع اللي هو كان عايش فيه، وكل الناس بترفض للحاجة دي. يعني تقبل الناس ليها ذاته أو رفضهم ليها وطريقة رفضهم لها في الوسائل التواصل الاجتماعي واستخدامه مسالب للتواصل الاجتماعي للموضوع ده أدى من إنه هو ينتشر أكتر، أو الناس يكونوا مركزين عليه بصورة أكتر. نحنا كشباب أو كمنظمات مجتمع مدني دور شنو في إنه هي تقيف في تجاه التغييرات اللي حصلت في المجتمع ده، وخطط شنو لتوجيه وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام في المرحلة دي بالذات. السودان ما يعني في كمية من التغيرات السياسية، التغيرات الأمنية، بدل إنه إذا الليلة أنت مشيت تفتح الموضوع ده يعني أو تحاول مثلا تطرح مشكلة معينة خلاص بياخدوا الموضوع من زاوية واحدة. فالطريقة دي أو الناس تتناول الموضوع ده كيف؟ طيب فهمتني؟ فهمتك. تفضلي يا رقية. ما هذا؟ هذا حلو. نعناع ولا نعناع؟ نعناع. دي نعناع عشان أكل توم. هاتي نعناعية لي عشان أكل توم. طيب. الموضوع بتتكلم عليه يا اخت رقيه حامد عنده سؤال. حاضر تعالى. طيب يا اخواننا، رقيه اخذنا رقيه قبل شويه قالت انه التغيير هو صعب والحياه دي صعبه. ما في حاجه اسمها تغيير صعب. احنا التغيير ده لازم زول يبدا من نفسه اول حاجه، وعشان احنا نفكر تفكير ايجابي لازم انه نغذي عقلنا الباطل
بعبارات إيجابية. الحاجة الأسي قالت رغية من قبل غليل دي في من خلال علم قوة العقل الباطن بيقولوا لها دي هي مضي شيك على بياض. فمضي شيك على بياض إنك أنت بتقول لنفسك أساليب أو لغيرك إنه الحاجة دي ما في مقدورك إنك تعملها أو الحاجة دي صعبة عشان ما نتفادى التفكير ده اسمه تفكير إيجابي في علم النفس. عشان ما نحول التفكير السلبي ده لإيجابي إنه نعكس الموضوع إنه أي حاجة بتكون كويسة إنه أي حاجة إحنا بمقدورنا نعملها. فأعطى العادات إنك ممكن أنت تطلع من العادة على حسب عمر العادة أو استخدامك للعادة. فبيقولوا ناس علم النفس أي عادة أنت حبيت إنك تطلع منها في خلال 28 يوم المفروض يكون في تغيير حصل بالنسبة لك. وأما بالنسبة للتغييرات السلبية في المجتمع اللي أنت بتشوفها أول أنت أبدأ بنفسك، غير من نفسك أول حاجة وكون أنت كنترول على نفسك، لأنه الحاجة الوحيدة اللي أنت عندك على سلطة كاملة وعندك على أنه كل الهيمنة أنك تغيرها هي نفسك. فإذا غيرت نفسك بالتالي بتغير الناس بيتكم وبكرة حيتغيروا المجتمع بإذن الله. فأنا نصيحتي للأخت رغية يعني أنه تتحول من التفكير السلبي إلى تفكير إيجابي. وشكرا جزيلا. طيب بما أن أخونا حامد تكلم على جزء من المشكلة، كيف أتحول من تفكير سلبي إلى تفكير إيجابي؟ أنا الحل معي واضح جدا ولمسته في خلال الأيام القليلة الماضية والأسابيع القليلة الماضية في حياتي الخاصة، في معارك دخلتها في جمعيات كثيرة. محور المعارك دي كان الشيطان الذي يفت من عضدي دائما، يفت من عضدي دائما، لأن هو أحرص على تدمير حياة ابن آدم من حرص ابن آدم على المحافظة على حياتي وعلى حياة مجتمعي. خدت بالك الفرق إيه؟ الشيطان أكثر حرصا على تدمير حياة كل واحد مننا، أكثر حرصا من الأم على إنقاذ حياة ابنها ورضعها الطفل. خلاص؟ أديكم مثل، مثل معفن. كنت في جلسة من المؤتمرات وكان جمعية عمومية وحبيت أن أنا أختار رئيس المجلس يكون امرأة، لشيء في نفس يعقوب، شيء عادي يعني ان المراه دلوقتي هي بتحاول تكون يعني قوه ناعمه داخل اي مجتمع داخل اي تاسيس كده. ورشحت الاخت ونجحت الاخت، وبعد ما نجحت الكلام ده كان حسن من سنه او سنتين رفضت تكون الرئيسه، فاصبت انا باحباط. تعرفوا ساعه الاحباط ده حصل لي ايه يا اخت رقيه يا اخ حمد؟ والله الذي لا اله الا هو انا اعترف به واقر به على الملأ لمن يسمعني او من لا يسمعني، لأني تمنيت الموت لهذا الشخص. فقد إيه الشيطان قالك دي جمعية أي كلام ست أشهر ولا سنة، يوصل بيك الشيطان في وسواسه أن يخليك تتمنى الموت للشخص ده. يومين أو ثلاثة أيام أنا أقاوم نفسي علشان أطرد هذا الشبح، قال لي أتينا بين أيديكم ومن خلفكم وعن أيمانكم وعن شمالكم، صح ولا لا؟ مش هو تحدى حتى مين الشيطان يا معلم؟ بتقول لي لا، كان بيكلم مين؟ كلم ربنا، كلم ربنا، واقف قدام ربنا بيقول له لا، خلقتني من نار وخلقتها من طين، كيف اسجد لهذا الذي هو مهين؟ زي ما انا فرعون بالظبط. من هذا موسى الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ الشيطان بالظبط قال نفس الكلمه دي. نحترك ثم نحترك النار بعد ما يجي بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا، هياخدنا ببقنا زي اللبانه بعدين يدفنا في ايه؟ في جهنم والعياذ بالله. هو ده الطاقه السلبيه، هو ده الطاقه السلبيه، هو ده الطاقه السلبيه اللي لازم استعين عليه بحكمين، استعين عليه بالله سبحانه وتعالى ثم بالعمل. ما ينفعش اقول اعوذ بالله مش هاجيهم ما اعملش، لان ربنا بيقول قل اعملوا سال الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
ولذلك اذا وفقنا بين طرح رقيه السيده رقيه وطرح الاخ حامد سنجد طرحين متكاملين. لكن مقاومه الانسان بقول لك تمنيت زوال النعمه عن هذا الشخص اما بمرضه او بموته يخرب. يعني انا عن نفسي اقول لي ايه لو كنت انا بقى اصبحت رئيس جمهوريه ولا ملك ولا متنايل على عيني هعمل ايه في الشعب؟ عشان تعرفوا كيف يبدع الشيطان في الشر وكيف يبلي بلاء حسنا في الشر. لذلك كان سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول ايه؟ اللهم اني يعني اشكو اليك ضعف التقي او ضعف الورع وجلد الفاجر. اصحاب القضيه بيقولوا معلش بقى ربنا يسهل يا ابني عندك حق وما طالب بيه يا بنتي عندك حق وما طالب بيها يا معلش بقى يعني ربنا حل. لا مش هو ربنا قال لك خدي حقك؟ ربنا قال لك خد حقك ولا لا؟ والجرس عصام عليك كده ولا لا؟ طب انت سايبه ليه؟ اللي ما عندوش حق بياخد حقك. فلذلك ده بس مثل واحد من الامثله الواحد ممكن يضربها واحنا بنشتغل. وقل اعملوا مع الاستعاذه. قل اعملوا مع الاستعاذه، ما ينفعش قل اعملوا يعني ما ينفعش اعوذ بالله مش عايزين لوحدها وبعدين خدت بالك؟ فممكن تحيطي كل عملك بثلاث او اربع اشياء. الاولى يكون لك ورد يومي القران، ان شاء الله تكون صفحه. ان شاء الله تكون صفحه واحده. دي نمره واحده. التانية تكون يكون لك ورد للصلاة والصلاة على السلام والرسول صلى الله عليه وسلم. صلى يكون 50 مرة أو 100 مرة أو 10 مرات. الرابعة الثالثة أن يكون لك استعاذة بالله من الشيطان الرجيم. لو أنت بتعملي ها أنا إيه وأنت بإيه؟ وأنت بإيه؟ وأنت بإيه؟ واخد بالك؟ الرابعة اللي فيها كلمة سحرية جميلة اللي هي اللي هي ايه؟ وانقلبوا بنعمة من الله وفضل ايه؟ اللي قبلها اسمها ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. علي علي صوتك تعالى هنا قول لي بس تعالى وانت موطي كده عشان انت قصير شويه انزل شويه كده. سمعنا الايه الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله ورسوله وفضله. نعم. يعني هم بعد ما قالوا يعني شوف ايه خافوا بقى من الناس. ناس كتير قوي. ردوا قالوا ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. احنا 10 وهم 100. احنا 100 وهم 1000. احنا 1000 وهم 10000. في زي اللي حصل في غزوة بدر موقعة بدر. كانت 3 ل 10 300 صحابي 1000 يعني واحد لثلاثة. فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لما قالوا الكلمة دي وهم بيشتغلوا خلي بالك يعني شوف يا حامد أنت والسيدة رقية وأنتوا بتشتغلوا قلتوا إيه؟ قلتوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلتوا الورد القرآني بتاعكم. صليتوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وأنتوا بتشتغلوا. سامع يا رقية؟ وأنتوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. لم يمسسهم سوء. فلا بد توازني ما بين ايمان القلب وايمان الجوارح. ايمان الجوارح في العمل وايمان القلب في طلب الاستغفار. فالاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم والتسبيح والصلاه على الرسول ده كلها ايه؟ ايمان القلب. اما الجوارح تنزلي تشتغلي استحملي تصبري على الأذى، تصبر على الأذى علشان تستطيع أنك تغير المجتمع. الاثنين يكونوا جنب بعض. قال يا شباب أنا سخنت، تعالي. تعالي جنبي. أنت مش مقتنعة، أنا عارف تعالي. لا لا. طب أنت مقتنعة، تعالي برضه. سيبي الشنطة، سيبي الشنطة. أنا سؤالي كان يعني بصريحة العبارة. في الفترة اللي فاتت دي أنا ظهر
في المجتمع السوداني يعني كذا ظاهرة بتاعت المثليين، احتمال زمان يكون فيه لكن ما كانوا ظاهرين او ما كان عندهم الجراء اللي بتخليهم ان هم يعني يسهروا بالطريقة الحاصلة دي. انا كان يوم كتبت منشور في الفيس، قليل اللي كان يعني بيدافع عن الحاجة دي بصورة منطقية. الناس لا يعني بس احساس انه ده الناس زينا ومن حقهم وكذا، ودليل على الكلام ده انه هم بعد الهناية ده طلعوا مظاهرة فعلا، يعني كمية من الناس الشعب السوداني بعد ذاك يعني ما قبلوا الحاجة دي، يعني في ناس يتصدوا لهم، لكن حتى ولو في ناس كثيرين حتى اذا ما عبروا هم بالنسبة لهم حاجة دي هذه يعني ما فارق. يعني انا دايرة يعني قبو يعني عشان انا اخد الناس في الدراك الصحيح، يعني يعني الناس تمشي في في او حتى اذا هو داير يدافع عن الحاجة دي يدافع على بمنطق يعني كده ما عنديش مشكلة هو يعني يعمل عشان او طيب. يعني أفضل تتكلم على المشاكل الحديثة التي لم تكن جزء من ثقافة الشرق او ثقافة المجتمع السوداني او ثقافة المجتمع العربي، أصبحت واقع في مجموعة من الناس يعيشون في المجتمع السوداني أو العربي أو الشرقي. زي ما أنا قلت لك يا أخت رقية، زي ما قلنا في الصباح إن العالم بتحكمه القوى المادية والاقتصادية العظمى اللي بتفرض ثقافات وقيم وعادات وتقاليد على كل المجتمعات في العالم. طالما أنت بتكوني مستفيدة منهم فبتسمعي ايه السياسات بتاعتهم والصفوات بتاعتهم الى اخره، ولا بتحصل العقوبات كما حدث على السودان وعلى دول اخرى ثانية. ده المناخ اللي احنا عايشين فيه. في مجتمع بيقول لك حاليا تغير المجتمع، اوعي تفتكر ان المجتمع السوداني هو مجتمع سنة 1800 او 1900 او 1700، ابدا ابدا. اوعي تفتكر ان حرمة الجار والجارة حاليا هي نفس حرمة الجار والجارة اللي من 50 سنة، ابدا. اوعي تفتكر ان الشهامة والرجولة والحاجات دي كلها احنا بنسمع عنها كقصص اسطورية كانت جزء من حقيقة من المجتمع في المجتمع. يعني مثلا عندنا في مصر كان لما انسان يموت في الشارع ممنوع حد يفتح التلفزيون، ممنوع عيب، ولو فتح التلفزيون يفتحه عشان ما حدش يسمعه ويقفل الشبابيك عشان ما عادش يشوفهم، عم يشوفوا فيلم او حاجه زي كده. لما حصلت حرب اكتوبر في 73 كان ممنوع، كان في رمضان ممنوع على اي بيت مصري يعمل كحك او فطائر عشان يحتفل بالعيد، لان ما كانش في بيت مصري يخلو من جندي او ايه او ضابط في الجيش. بس كان ده من 40 سنه. انت قيسي، ارجعي لحبوبتك ولا ارجعي لحبوبك اسمه جدك يعني حبوبك ولا اسمه مش عارف اسمه ايه، قولي له يا جد قول لي كذا، هيقول لك يا بنتي كان كذا وكذا 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 وكذا. الامر ده مش موجود. فانت ما تعيشيش في الخيال. المجتمع هذا اصبح واقع. واصبح دول لان في دول وفي سياسات دوليه بتعطي الحقوق لكل هؤلاء الناس. خدي انت حقك كمان. هو انت بتقولي كذا في مجموعه معينه من الناس، خلاص؟ طب انت ليك حقوق خدتيها؟ طلبت بحقوقك؟ ما خدتيهاش، طب خدي حقك. ده انا بقوله يا اخوانا، اعرفوا حقوقكم وشوفوا واجباتكم وخدوا حقوقكم. سواء كان المجتمع الدولي او اي مجتمع في العالم كله. لكن كل مجموعه بيؤيدها فصيل معين بيستطيعوا انهم يحصلوا على الحقوق بتاعتهم. كلهم بقى من مجموعة ألف أو ب أو جيم أو دال، دي مش مشكلتي. هي حقية كبيرة فيها لم أطالب بها، ده على الحقوق. فبدل أن أنشغل بهذه المجموعة الصغيرة التي قد لا تمثل في النسيج المجتمعي 1 من مليون، ها، أنشغل بالحقوق بتاعتي اللي بتمثل 50% من المجتمع الوطني بتاعي. عشان كده هنا بيقولوا في إيه يا أخت يا اخت رقية، اننا نشوف فين الاولويات بتاعتنا. احط
استثماري في وقتي وجهدي ومالي وفكري في ايه؟ في ان انا اقاتل على قضية خسرانة لا تمثل اكتر من 1 مليون في قضية الشعب الدني، ام ان انا اقف من اجل 50% او 60% او 40% او 30% لكي لا تقودنا العاطفة. هم عايزين يحولوا مسار فكرك الى ان تصطدم بهم فتخر قواك وتنهك قواك وتضيع مقدراتك ثم تصنفين انك راديكال او انك اكستريمست، يعني مش عارف بقى بيسموه العربي ايه، متطرفه او انطوائيه او انعزاليه او صداميه او في الاخر سميك ارهابيه. فكوني حذرة. يعني ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيخش بالكعبه، كان في الكعبه فيها كم صنم؟ 365 صنم داخل الكعبه. لم يامر بهدم اي صنم من اصنام الكعبه مده 13 سنه في الدعوه في الكعبه. ولا الامر؟ لان عارف لو عمل زي كده هو هتحصل فيه حرب ومواجهه دمويه بين الصحابه اللي هم قله في العدد والقرشيين والكفار اللي هم كثره في العدد. وكان كل لما يعدي على صحابته وهم بيتعذبوا يقول صبرا على ياسر، مش هعمل لكم حاجه، لن اقل لكم ارفعوا السلاح في وجه اعدائكم. بل الى ان اصبحت له دوله يدافع عنها. هل توقف عن دخول الكعبه والصلاه في الكعبه وفيها 365 سنه؟ ها مترد عليا؟ ما كانتش دي اولويته. ولما حصل صلح الحديبيه عدد الناس اللي كانوا رايحين يعملوا، اخت رقيه واخ حامد وكلكم اللي كانوا رايحين يعملوا العمره، يمكن 1000 ولا 1200. ها؟ وعدد بقى النساء والاطفال اللي في المدينه يطلعوا كام؟ 4000 5000، يعني كل الحدوته دي كلها 5 6000 مسلم بعد 21 سنه دعوه. في ظل الحروب والمواجهات والصدمات عسكريه او غير عسكريه، واضح؟ لما حصل الهدنة في سنتين معايا أخ عثمان، في سنتين كم عدد الناس اللي حجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؟ كم؟ ها؟ 10,000. ده الجيش كان 10,000. ها الحجيج 100,000 حاج من 1200 جزء من 4 أو 5 آلاف إلى 100,000 حاج في اقل من سنتين. ليه يا اخت رقية؟ لان الدين بتاعنا هو دين اللوجيك. يعني ايه لوجيك باللغه العربيه؟ دين المنطق. ان جادلتيهم بالمنطق كسبت. هم لا يريدونك ان تجادليهم بالمنطق، يريد ان يزيلوا كلمه منطق من على الطاوله. تتحولين انت الى متطرفه او انعزاليه او صداميه. خدت بالك؟ فلذلك كل هذه الاشياء يعني في سنتين فقط دي سنه 9 و10 او 8 و9 حاجه زي كده مش فاكر، يعني هو بعد حد صلح الحديبيه اللي هو كان صلح ظالم، كان صلح ايه؟ ظالم ومجحف. سيدنا عمر قال فيما قال، سيدنا ابو بكر قال له الزم غرزك يا عمر. بتتكلم عن مين يا جدع؟ يا جدع بتتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الزم غرزك فوق. وبعد كده انا فتحنا لك فتحا مبينا ينفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك وينصرك الله نصرا عزيزا. والذي ايد رسوله بالمؤمنه، مش فاكر بقى كم بقى بنتكلم ايه؟ فلذلك ايه اولوياتك؟ وانت ما عندكيش امكانيات، واضح يا بنات؟ لابد ان احدد اولوياتي قدر الامكانيات المتاحه لي. لان انت مش مطلوب منك انك تغير الكون. في بعض الرسل جم وامن بهم ولم يامن بهم حد، وامن بهم القليل ولم يذكرهم احد الا المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيدنا عيسى، هم اكثر نبيين لهم اتباع. بعدهم سيدنا
موسى عليه السلام إلى آخره. تفضلي تعالي هنا، أنا قاعد لكم للصبح هنا بقى، ما مسافر بكرة وموريش حاجة أعملها. تفضلي. طب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن أنت اتكلمت عن زمن الرسول والعدد كان بسيط، نحن الآن كمسلمين ما غلة على مستوى العالم، ما قلة. الآن الجزئية اللي بتمثل 1% من مليون هي الآن في الوسائط ما أخذ حيز كبير جدا جدا. ليه؟ ليه تأخذ أصلا مدام هي أصلا قلة؟ المسلمين قادرين إنهم يحسموها كويس، وهم الآن يعني مستحوذين في الدول الغربية الحد الأكبر، لكن نحن في العالم العربي وفي السودان وفي غيره هم قلة تماما. والدلال على كده قول الله سبحانه وتعالى لعن المشبهين من النساء بالرجال، متشبهات من النساء بالرجال. أي فنحن الآن لينا يمكن حكاية بتاعت سنة ونص ما قادرين عليهم، القدر عليهم وين؟ في نهر النيل. فالحكاية دي لو اتفقوا المسلمين عامة حيقدروا يحسمون. جزاكم الله خير. طيب أرجع أرد وأقول أعوذ بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. أتتذكرين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث القصعة؟ حديث القصعة، سيأتي عليكم زمن إيه؟ كما تساقط الأكلة على قصعتها، ستتكالب عليكم الأمم كما تتكالب أو تتساقط الأكلة على قصعتها. قالوا أم من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، وانت عارفة كده يا أخت. اسمك إيه؟ مريم. ها؟ مريم. يا ستي مريم وماريا، وتحب تبقي مريم بنت عمران ولا ماريا القبطية؟ لا، حددي الطريق. مريم ابنة عمران ذكرت في القرآن، ماريا القبطية ما لم تذكر في القرآن. طيب يا ستي مريم، خلاص يا ستي مريم، يعني انت عاد مصر انك تكوني مصرية. اما خلاص بقى، ما ماريا القبطية ما هي مصرية. المهم طيب اما نرجع مره ثانيه للسؤال بتاع الاخت مريم، تداعى عليكم امكم وتداعى اكلته على قصعتها. قالوا ام من قله نحن؟ قال لا ابدا، مش قله، لانكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. رد عليك انا، هكذا تنبأ المصطفى صلى الله عليه وسلم ما سيحدث لنا الان في القرن 21. ها؟ غثاء كغثاء السيل. السيل اللي هو عارف اللي هو الموجه بتاعت البحر، مش عليها رغاوي كده من فوق اللي ما لهاش اي قيمه، تمشي مع الموجه كده. ولينزعن الله المخافة من قلوب عدوكم وليقذفن الله الوهن في قلوبكم. فالعرب ما كانواش عارفين معنى كلمة وهن، قالوا وما الوهن؟ قالوا قلة ايه؟ لحب الدنيا وقناية الموت. نرجع بقى لبيت القصيد. الرسول صلى الله عليه وسلم تنبأ بهذا الحديث. هذا الحديث له دلالات كثيرة جدا في العالم، بالرغم ان احنا 1.7 مليار معايا موجود. ليه؟ لان في فرقة، في شتات، في ضياع، في صدمات، في نزاعات مسلحة، في أفكار غريبة، في أفكار شبيهة مشبوهة، في 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 في. فلذلك أنت دلوقتي إيه دورك يا أخت مريم؟ أنك لا تحبطي بهذا العدد من المشاكل أو هذا الكم من الوهن اللي بيصيب المسلمين، لكنك تستطيعي أنك تغيري جزء صغير من المجتمع بتاعك. فلو احنا اشتغلنا على هذا الجزء الصغير من مجتمعنا، ما في حد، ربنا بيقول لك ايه بقى؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني ربنا هيحاسبك على قدرتك وعلى امكانياتك وعلى الزمن اللي انت عشت فيه. فاعملي اي شيء لو كان الشيء ده خالص من قلبك علشان يحدث تغيير مع من هم على شاكلتك او على منبستك. لكن احنا عايشين في الزمن بتاع الاكله اللي هو
القصعة اللي هو بتتكلف علينا الأمم إلى الآن، احنا عارفين للأسف عارفينها. لكن يا أخت ماريا أنا هخرج واصطدم بهؤلاء الناس فيبيدوا شعبي، ولا هأهل شعبي وأنقذه إلى مرحلة أخرى يتغير فيها الثقافة والمناخ إلى أن نستطيع؟ وده طبعا الناس بعد يقول لك لا، اللي هو المتحمس جزاه الله خير. زي كان تذكرت لك كان يعذب سيدنا عمار رضي الله عنه وسيدنا سمية وسيدنا ياسر وسيدنا بلاح إلى آخره، ورسول الله عدى علينا صبرا على ياسر، صبرا يا بلال، اللي مش قادر يعمل لهم حاجة. ولو انه لو كان وقف بالسلاح ضد الكفار قريش لكانوا ابيدوا كلهم، خدت بالك؟ فهنا الحكم، بالرغم ان انت مظلومه، بالرغم ان انت مقهوره، بالرغم ان انت صاحبه حق. خلاص اتفضل اي سؤال اخير او تعليق اخير. ها اتفضل تفضل، عايز هو يعمل تعليق. طيب يا اخواننا، بس معلش كترت عليكم، لكن برضو من الضروريات انه في بعض المفاهيم ان احنا لازم يعني نناقشها، يعني عند يعني ما اتيحت لنا الفرصه. فبنقول ان احنا يعني اي انسان في الحياه دي لابد من ان يحمل ثلاثه حاجات، اللي هي انك تحمل هدف، تكون عندك هدف محدد، ويكون عندك رساله، ويكون عندك قيمه. القيمه دي يا هديه اللي بتحدد سلوكياتنا في الحياه. فالقيمه دي يعني من اشهر القيم المشهوره على مر التاريخ هي الامانه والالتزام والعمل الجماعي والشورى، دي هي قيم مشهوره شديد. طيب القيم دي ذاتها فيها، هي القيمه دي نابعه من وين؟ في حاجه اسمها الروحانيه او الهويه، هويتنا احنا كسودانيين شنو، او هويتنا احنا كمسلمين عموما، يعني خلي السودانيين، هويتنا احنا كمسلمين، انه بنقول لك الدين خط احمر صح ولا لا؟ دي هويتنا. طيب الهوية دي بتتعلق بشنو؟ بحاجة اسمها الروحانية وما وراء الروحانية. يعني نحن لما نقول الروحانية يعني حاجة نابعة من داخلنا جوا، يعني حاجة في الروح. فعندما يعني زول يصطدم بحاجة منافية مثلا للإسلام، أول تشوف الحاجة دي منافية للإسلام، أنا بمثل في الحاجة دي شنو؟ أنا بقدر أغير في الحاجة دي كيف؟ في حاجات أنت بتقدر عليها، انت بتقدر تغيرها، وفي حاجات ما بتقدر تغيرها، لانه في حاجه اسمها external environment. الحاجه اللي بتتغير في الاكسترنال انفايرمنت هي اللي بتتعلق بالحكومات والقوانين في البلد ذاتها. فنحن يعني وقت بنشوف يعني القضيه بتاعت يعني احنا في مكان يعني ده علم، والعلم ما فيه حياه، يعني الظاهره بتاعت الشذوذ الجنسي دي ظاهره غريبه علينا وما حنرضاها اصلا، حتى ولو يعني انك انت ممكن تكون يعني الحاجة دي انت ممكن تكون مغرباها في نفسك سريا، انا ما بعلم بالغيب عشان اجي اتخذك فيها، لكن انا اقل شيء بغير حتى ولو بقلبي. دي حاجة يعني عشان ما تكون انسان يعني هياج متصادم زي ما قال الدكتور يقول عليك متطرف، لا نحن الحاجة دي بنغيرها حبة حبة، وبنشوف ان احنا حقوقنا ذاته وين، وبنسأل عنها. هل يعني ان احنا لازم نعمل يعني في حاجة اسمها اسوات اناليسيس، او اللي هي بنحلل يعني تحليل، هي أداة بتاع التحليل الاستراتيجي، بنحلل فيها نقاط قوتنا ونقاط ضعفنا وين، بنشوف احنا نقاط ضعفنا وين، انه نقاط ضعفنا هل ان احنا نجري وراء الشله البسيطه دي، ولا ان احنا نقوي من الحاجات اللي عندنا ونركز على الحاجه اللي بنحتويها في جسمنا ونركز عليها ونقويها وننسى نقطه الضعف دي لانها حتتلاشى براها. لو ان احنا قلنا نظل نتمسك ونتناقش في مشاكل الضعف بتاعتنا ما حنتحرك ولا شبر. عشان كده لازم احنا نشوف نقطة قوتنا وين ونحققها، واي حاجة نحلها لازم ونحلها كمان بالحكمة، ما بالتهويش ساكت ولا يعني نربط اواصر علاقتنا بما نريد قضاء وقتنا معهم. يعني احنا يعني شباب مسلمين وكده لازم يعني نقضي اوقاتنا مع الناس اللي بيفيدونا وكده. وشكرا جزيلا. خلاص بقى انا اتكلمت كتير بقى، تعالى انت يا اخي يعني احكي بس، خليك طيب انزل شويه تصير. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نشكر المداخلين جميعا. يمكن يكون الحديث حق الدكتور عن تاسيسه لعمله الطبيعي والانساني
في بريطانيا وتحدث عن فيضانات السودان في 1988 وفي أثيوبيا ويوغندا ودول المصب والمساحة التي غمرتها الفيضانات في ذلك الزمان، وتحدث عن الأمن الغذائي ونحن كشباب دورنا شنو في التغيير المناخي والدول العظمى ماذا تريد. يمكن يكون تحدث برضه الدكتور عن العمل وربطه بالإيمان، والعبادة شيء والركوع شيء والسجود شيء آخر، واكتشاف القدرات داخل الشخص وداخل الكادر والقدرة على التغيير. المداخلات يمكن معظمها كانت يعني في التغيير المناخي، وأنا أقول فيها برضه فيها التغيير حق البيئة حولنا، يعني أي حاجة حولك، ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نشكر الدكتور هاني البنا مؤسس المنتدى العالمي في بريطانيا ومؤسس الإغاثة الإسلامية العالمية لحضوره معنا، ونحن حقيقة في منظمة رواحل تربينا على تلميذ دكتور هاني، والآن نحن وجدنا يعني دكتور هاني ذاته، ولذلك كل ما يجي هنا نقوم نضغط على الإخوة اللي يدخلونا نحن في البرنامج. جزاهم الله خير الإخوة في الإغاثة الإسلامية العالمية، ودونا يعني فرصة إنه الدكتور يمشي معنا المخيمات في شيغيلاب وفي منطقة واد مختار، وأبناء شيغيلاب موجودين معنا، الشباب دي حاضرين معنا ومعنا مطوعين كأنهم يعني منا، يعني معنا المطوعات الأخوات وأخونا حامد والإخوة في الإغاثة يعني ومنظمة الاستجابة، هذه منظمة بشراكة بنشتغل معها كل مشاريعنا. شكرا للجميع، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الناس ترتاح شوية كده إن شاء الله، وعندنا تكريم وصورة جماعية مع الدكتور، بس ثاني ما عندنا حاجة. جزاكم الله خير.